عفما انا فيروز سويتي مناشطه ثقافيه في دار الشباب 15 اكتوبر ومن قدماء المدرسه هذه جيت باش ان شاء الله نعاونكم في المشروع بتاعكم نعاونكم في ترجمه المشروع هذا للغات الالمانيه والاسبانيه وتعدلنا مشروع باهي شو اسم المشروع الاولاد صحيح نحن صغار ولكن نستطيع خدمه وطننا وهدف مشروعنا تنميه تاريخ المحل والمدينه نعرف انا كيف نتعاون مع بعضنا سننجز معلقات نعرف بها عن المدن السياحيه معلقات شنو المحتوى تاعهم حول الاكلات التونسيه والملابس العاديه اللي تعرف تونس بتعريف سياحي لبلادنا الكل ان شاء الله به انا نعاونكم في الترجمه اللي نعملوه هذا كله معناتها نترجموه للغات الاخرى مش هكاك نجمو نعرفوا معناتها يكون مجال شاسع للمشروع نتاعنا وكل ما تكون معناتها ترجمه اكثر كل ما يتعرفوا اكثر بلدان على مشروع نتاعنا السياحي. يستطيعوا معناها يجموا يجيو حداك لدار الشباب اذا كان امكن. بالطبيعه نجموا يجيو. تجموا الاولاد يجيو السادتي. فيديوهات حول ملابس تونسيه. إذا البوم صور فيها صور تعرف بالبلاد التونسيه. ممتاز. سننجزوا الفيديو على الفوتوغرافي. اي ممتاز. يعني هناك العديد حط ما فهمت معناتها تركي عادات وتقاليد واللي يتعلق كل ما يهم السياحة التونسية اما هما يحبوا يعملوا عدة لغات في البلوج اللي باش نعملوهم نعملوا زاد الاعراس ذيك زاد تدخل فيها التقاليد والموسيقى والموسيقى والاكلات هما بداوا يخطوا في المشاريع بداوا يتخطوا الاولاد هما في برشا معناتها نجموا نخدموا فيه في برشا حاجات متمنيش من محصورين نجموا نخدموا الاعراس نجموا نخدموا في اللباس في الاكلات في العادات في التقاليد في الاثار اي عندنا مجال شاسع وحتى الاغاني الايد برشا برشا حاجات الاعياد المناسبات كيف الاليت الموسيقيه لا عندنا متمنيش ماهوش اللي جينا في حاجه زيها مشروع مفتوح إذا المجال قدامكم الأولاد باش تستفيدوا من أنسة فيروز اللي هي من قدماء المدرسة كانت معنا هنا في المدرسة وباش تعاوننا إن شاء الله قول يعطيك الصحة وبارك الله فيكم شكرا